آدم عليه السلام. آدم عليه السلام هو أول إنسان خلقه الله تعالى، وهو أبو البشر. أخبر الله ملائكته أنه سيخلق بشرا من طين، فأرسل الله ملكا إلى الأرض وأمره أن يحضر له من كل تربة مختلفة شيئا. فنزل الملك إلى الأرض وأخذ من كل تربة قبضة، وكانت ألوان التربة مختلفة. عاد الملك إلى السماء بالتربة التي جمعها، فخلق الله آدم لكنه لم ينفخ فيه الروح، فكانت الملائكة تراقب جسده خائفة، خاصة إبليس الذي كان من الجن واشتهر من بين الجن بعبادته لله. فرفعه الله إلى السماء وجعله بمنزلة الملائكة، فلما رأى أن الله قد خلق جنسا آخر حسده، نفخ الله الروح في آدم فصار حيا، وكان بذلك أول بشر يخلقه الله تعالى. ولما ارتفعت الروح لأنفه عطس، فقيل له قل الحمد لله يا آدم، فقال الله تعالى يرحمك الله. ولما خلقه الله سبحانه علمه الأسماء ليبين للملائكة فضله، ثم أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم، لكن إبليس لم يفعل. فسأله الله تعالى لماذا لم تسجد وقد أمرتك؟ فأجاب خلقت هذا البشر من طين وأنا من نار، فأنا لن أسجد له. كان يظن أن النار أفضل من الطين، فقد كان متكبرا. ولأن إبليس عصى الله ولم يسجد لآدم، فقد أخرجه الله تعالى من الجنة. فطلب إبليس من الله عز وجل أن يطيل في عمره إلى يوم القيامة، ووعد إبليس الله تعالى بأنه سيغوي أبناء آدم ويمنعهم من دخول الجنة كما أخرجه الله منها بالمعاصي والكفر. وبعد ذلك دخل آدم الجنة، وخلق الله له من ضلعه زوجته حواء، فكانا يأكلان من الجنة ما يشتهيانه ويعيشان فيها بسرور. وأمرهما الله تعالى بألا يأكلا من شجرة واحدة، وإن أكل منها آدم فسيكون من الظالمين. ولأن إبليس كان حاقدا على آدم، فقد أصر على إغوائه بالشجرة الممنوعة، فدخل إبليس الجنة على شكل ثعبان ووسوس لآدم أن يأكل منها، فأكل آدم وحواء من الشجرة. وبعد ذلك انكشفت عورتهما لبعضهما البعض، وناداهما الله سبحانه وتعالى ألم أمنعك من الشجرة يا آدم؟ فطلب آدم من الله المغفرة فغفر له. أمر الله آدم بالخروج من الجنة إلى الأرض بعد أن أكل من ثمار الشجرة الممنوعة.